نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. افتتح معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم معرض الشرق الأوسط 21 للنفط والغاز ميوس 2019، وذلك بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. وبهذه المناسبة أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على تفضل سموه برعاية المؤتمر والمعرض المصاحب له، وهو ما يعكس حرص سموه على دعم الصناعات النفطية وتوفير كافة التسهيلات لها للقيام بدورها في رفد الاقتصاد الوطني وخدمة منظومة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في كافة القطاعات. كما نقل معاليه تحياتي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى القائمين على تنظيم المعرض والمشاركين فيه، وتمنيات سموه لهم بالتوفيق والنجاح في الإسهام في تطوير صناعات النفط والغاز، منوها معاليه بأهمية هذا الحدث العالمي وما يتضمنه من منتجات تمثل أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في قطاع صناعة النفط والغاز، وما يشكله المعرض من فرصة سانحة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الخبراء والمختصين. وأكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله أن احتضان مملكة البحرين لهذا التجمع العالمي الذي يجمع أهم وأبرز الشركات النفطية تحت سقف واحد يترجم اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذا القطاع ليكون مواكبا على الدوام لأحدث النظم العالمية، فضلا عن تعظيم مردوداته لصالح الاقتصاد الوطني بوصفه محركا رئيسيا لعجلة التنمية الاقتصادية. وقال معاليه إن الاستثمار في قطاع صناعة النفط والغاز يمثل أحد أهم المرتكزات لتنويع القاعدة الاستثمارية والصناعية، كما أن فتح آفاق جديدة للصناعات النفطية يعظم من القيمة المضافة لمردوداته، لا سيما في ظل ما يمتلكه هذا القطاع من وفورات وإمكانيات توفر المزيد من فرص العمل للمواطنين. من جانبه رفع معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لتفضل سموه برعاية هذا الحدث العالمي الذي يعد أحد كبريات الفعاليات على مستوى الشرق الأوسط في ظل ما تحظى به من مشاركة واسعة النطاق من قبل كبار الشخصيات والمسؤولين من مختلف الشركات النفطية العالمية. وأكد معاليه أن على الرغم من التحديات الراهنة والتقلبات في أسعار النفط على المستوى العالمي، إلا أن الاستثمار في قطاع الصناعات النفطية لا يزال واعدا ويشهد تطورا مستمرا، لافتا معاليه إلى حرص مملكة البحرين على تطوير صناعة النفط بما يعزز من قدرتها على تحقيق عوائد تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني. مؤتمر الميوس طبعا هو الأكبر في مؤتمرات النفط والغاز، ودائما ترقبه يصير مرة كل سنتين، طبعا برعاية من الشركات في المنطقة وشركاتنا في البحرين. اليوم المعرض طبعا مثل ما شفتوه في حضور كبير، ودائما احنا نتشرف برعاية سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء، ويعطي المؤتمر دعم كبير منذ 40 سنة والمؤتمر يعمل. نجد الكثير من الأبحاث من الشباب الخليجيين اليوم ومن البحرينيين كذلك، خصوصا أنه المعرفة والعلم في مجال هندسة البترول تطور، يعني مجال النفط الصخري، الغاز العميق، الأعمال اللي نقوم فيها في البحرين كلها نستفيد منها مع اللي يدور حوالينا في المنطقة وفي العالم. نجد الشركات الخدمات الرئيسية كلها موجودة، الرؤساء التنفيذيين كذلك. عن طريق هذا الميز أو بالنسبة لنا هي المنطقة اللي نتلاقى فيها والتوقيت اللي نتلاقى فيه اللي نقدر نعرف فيه آخر المستجدات اللي تصير بالذات من ناحية التكنولوجيا المتوفرة، وأيضا التعاطي مع مشاكل معروفة في الحقول سواء اللي قريبة منا هني أو حتى على مستوى العالم. اليوم طبعا احنا عقب الاكتشاف الكبير اللي صار في البحرين حق الخليج البحرين، هذه المؤتمرات تشكل لنا أهمية كبيرة من ناحية أن احنا نبتدي نتعرف على كل التكنولوجيز
اللي تستخدم في هذا النوع من الحقول؟ طبعا شركة بن قريعة القابضة شركة معروفة في 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 المملكة العربية السعودية وفي الخليج، لنا فروع في جميع دول الخليج. الشركة تعمل في أكثر من 45 سنة في مجال المقاولات الصناعية ومجال المعدات الثقيلة ومجال الأويل سيرفيسز، الخدمات النفط كاملة. طبعا هدفنا من المشاركة حقيقة التعارف والتواصل مع الشركات الأخرى، وسمعة صراحة المؤتمر تخلي الشركات تقبل عليه السنة التالية الأخرى.